نعم. قال ابن أبي الدنيا: وحدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثني المغيرة بن المغيرة عن صالح بن خالد رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليستحلن ناس من أمتي الحرير والخمر والمعازف، وليأتين الله على أهل حاضر منهم عظيم بجبل حتى ينبذه عليهم، ويمسخ آخرون قردة وخنازير. عقوبات متنوعة والعياذ بالله. إذا كثر الشر في آخر الزمان تحصل هذه العقوبات، وليس الأمر مختص برجال الحسبة، بل كلنا رجال حسبة. كل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لرجال الحسبة، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا للعلماء ولطلبة العلم ولأصحاب الغيرة، ينكرون بألسنتهم، ينصحون، يذكرون الناس، حذرونهم بألسنتهم. هذا متيسر، الكلام باللسان متيسر والحمد لله. نصيحة، ما أحد يمنعك لا تنصح، ما أحد يمنعك لا تنصح الناس إذا رأوا الأفراد، إذا رأيت شيء ما أحد يمنعك، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا منعت من هذا أيضا فلا بد أن تنكر المنكر بقلبك، ما هو ما أن تنكر المنكر وتجلس معهم وتقول أنا أكره هذا، لا، تعتزل. إذا أنكرت بقلبك تعتزل هذه التجمعات وهذه الأشياء، إذا كنت لا تقدر أن تنكرها لا باليد ولا باللسان اعتزلها وابتعد عنها، لا تقعد معهم وتقول أنا أكرهها وأنا أنكرها بقلبي. نعم.